كنشكر الحكومة اللي ما عندها حتى علاقة بالإنسان البسيط، ما عندها حتى علاقة بالإنسان اللي ما عنده تاليه. حكومة الأثرياء كاين ما مشاكل الأثرياء، كل شيء تزاد، عندك حاجة وحدة اللي ما تزادش في المغرب، حاجة وحدة هي المقاطع. كان 8 درهم خلاو 8 درهم. هاك هاد الأحزاب السياسية كاملة كيتفكرون غير نهار الانتخابات. أخي المواطن أختي المواطنة، كيف الانتخابات ما كنبقاوش مواطنين حنا، ما عندنا قيمة ما عندنا قيمة، واللي حل فمو يسدوه ليه. حتى العداد، العداد السيد العامل ما باغيش يدير العداد، علاش الله أعلم. السلام عليكم، معكم هشام هنوة سائق سيارة أجرة من الصف الثاني بمدينة جديدة. قبل ما نبدأ كلامي كنوجه تهنئة إلى صاحب جلالة محمد السادس نصر الله وسمو الملكي مولاي رشيد بازدياد المولود الجديد مولاي علي السلام، وكنقول لجميع أفراد الأسرة الملكية مبروك وألف مبروك على هذا المولود الجديد. ودابا غندخل في الموضوع اللي بغيت نتكلم فيه، الموضوع كيتعلق بالدعم ديال الغازوال اللي سيدنا الله يرحمه محمد السادس وهبوا الناس اللي تزادت عليهم فاتوره الغازوال. ومنين طاحت واحد السؤال في عده منابع اعلاميه، طاحت واحد السؤال للحكومه المغربيه، علاش سيدنا الله يرحمه اعطاه الناس اللي تزاد عليهم مازوت وهما عطاوه لارباب السيارات، يعني منين الفلوس؟ والسؤال اللي طاحت على الحكومه المغربيه وهي هذاك الدعم ديال من؟ واش ديال السائق البسيط الضعيف اللي ما عنده لا حول ولا قوه الا بالله، اللي ما عنده حتى حاجه، عنده غير ديك الخدمه اللي كخدام، واش هذاك الغازوال ديالو هو اللي كيخلصو من جيبو، ولا ديال هذاك اللي باك في دارو كيتسنى بسيطه تجي تلعدو؟ عده منابع، حتى واحد من الحكومه ما جاوبني على هذا السؤال، مع العلم اني كثرت عده بيبان هنا في مدينه جديده ديال المسؤولين وحتى واحد ما عطاني جواب. كل كيقول لي ما عنديش ميساج، ما عنديش ميساج، ما عنديش ميساج. من بعد عاودت في هذا المنبر هذا اللي انا فيه دابا الاعلامي، وكنقدم الشكر الخاص للاشواق تي في، كنت طلبت طلب من برلماني مدينه جديده ان هذا الموضوع ديالي او ديال عده سائقين اللي ما قدروش يتكلموا باش يطرحوه كسؤال في مجلس النواب، سؤال شفوي. حتى هما ما عطاونيش اهتمام. انا اليوم علاش درت هاد ريبورتاج اليوم؟ باش نشكر بزاف الحكومه المغربيه وبرلماني مدينه جديده وجميع الهيئات السياسيه على عدم اهتمامهم بالمواطن المغربي البسيط، على عدم اهتمامهم بسائق سيارة الأجرة الشخص الضعيف. كنشكرهم بزاف، كنشكر الحكومة اللي ما عندها حتى علاقة بالإنسان البسيط وما عندها حتى علاقة بالإنسان اللي ما عنده تاليه. حكومة الأثرياء كاين ما مشاكل الأثرياء، وشكرا. هذا هو الموضوع اللي بغيت نتكلم عليه. بغيت نشكر الحكومة المغربية بزاف اللي برهنت لي أنا شخصيا بأنها ما كتهمهاش هموم البسيط وما كيهمهاش هموم الشخص الضعيف وما كيهمهاش هموم من المشاكل اللي كيتخبط فيها سائق سيارة أجرة. الهم ديالها الوحيد وهو التالي وكيف هاد التالي يتزاد ثراء. وشكرا. وقبل ما نقطع كلامي كنشكر جميع المنابع الإعلامية اللي عطاتني قيمة وعطاتني اهتمام وتصنتات ليا ووصلت الصوت ديالي، رغم أن الناس اللي أنا وصلت لهم الصوت ديالي ما عطاوش اهتمام وما عطاوش قيمة، وكنعاود نشكرهم على عدم القيمة اللي ما عطاوهاش ليا. ومن هنا كنقول عاش الملك، عاش الملك هو اللي عندنا في هذه البلاد، عاش الملك والاسره الملكيه هما اللي عندنا، اما الحكومه ما كايناش، هذيك حكومه الاثرياء. هذا هو غير غازوال اخويا اللي تزاد، كلشي تزاد، كلشي تزاد، عندك حاجه وحده اللي ما تزادش في المغرب، حاجه وحده هي المقاطع. كان 8 درهم خلاو 8 درهم. ما كلشي تزاد، ما كاينش حاجه كتحط يدك عليها وما تلقاش تزاد. انا علبه ديال المربى، حك ديال المربى مشماش كنت كناخذو 300 باخذو 320، ما كاينش حاجه ما زادوش فيها. انا ما نقدر نقول حتى حاجه على السي اخنوش ولا على هذه، انا عندي كاع الحكومات بحال بحال، غير هذه الحكومه انا كنهضر على هذا السؤال. مادام انا طرحت سؤال على الحكومه او على البرلماني مدينه جديده، على الاقل انهم يتفتوا لهذا الموضوع، ما تفتوش ليه، ما كيهمهمش. وقلتها في هذاك المنبر هذه 10 ايام دابا اشواق تي في، وكنعاود نقولها اليوم ثاني. هاك هاد الاحزاب السياسيه كامله كيتفكرون غير نهار الانتخابات. اخي المواطن اختي المواطنه، كيف الانتخابات ما كنبقاوش مواطنين حنا، ما عندنا قيمه ما عندنا قيمه، واللي حل فمو يسدوه ليه.
وانا كنعاود نقولها عاش الملك عاش الملك عاش الملك والله يحفظ ليه ولي العهد. هو اللي عندنا في هذه البلاد، هو الوحيد اللي عندنا في هذه البلاد، اما الاخرين غير ضيوف شرف. دابا هنا بزاف وماشي غير انا الوحيد، انا جو حنا جوج جديده اللي قدرنا نتكلموا، انا وهشام اكزول. اما العديد من السائقين ما قادوش يتكلموا وما نلومهمش، ما حصل الاوان. كاين اللي كاري، كاين اللي عنده الاولاد، كاين اللي عنده ولادو ما خدامينش مزوجين باقي معاه في الدار، ما نلومهمش. وتحيه نضاليه جميع السائقين، انا ما نلومهمش حيت ما تكلموش. كاين اللي خايف، كاين اللي هو شخصيته ضعيفه ما يقدش يهضر، عنده ظروف عندهم. انا ما نهضر، انا دابا اللي هضرت انا نقول راسي انا زعيم هضرت، انا دابا راني شهر وزياده خدمت. دابا انا من نهار 7 شهر 5 يلا خدمت 4 البريزات، 4 ايام اللي خدمت، 4 ايام اللي خدمت، 4 ايام غنقد نصرف بها 40 يوم. شهر دابا شهر ديال اللي غنقد نصرف 40 ايام، شحال غنصور انا في 4 ايام؟ اقسم بالله عادي كنتخبط مشاكل عديده، ولكن عندي اعتقاد بالله، الحمد لله، الله اللي كيرزق والله اللي كي اي ضيق بعده فرج. وكنعاود نقولها، ما دورك ايتها الحكومه مع الرجل البسيط؟ ما دورك كي ايتها الحكومه مع الشخص الذي ليس له لا تغطيه صحيه لا تقاعد لا ضمان لا سكن؟ حتى الشغل ما عندناش فراسك. دابا المهنه الوحيده في المغرب سائق سيارات رجالي ما عنده حتى حق، ما عنده حتى كتمشي يقول لك مشكل. انا دابا بسبب كان سؤالي عن دام تم الطرد ديالي، مشيت عند مندوب الشغل قال لك ما عندك حتى علاقه بينا، مشيت البيبان خويا تقيت فيهم قال لك ما عندك حتى علاقه بينا. واش حنا ما فهمتش؟ واش حنا ماشي مواطنين مغاربه؟ واش انا ماشي مغربي؟ اذا لما كنت مغربي هذيك البطاقه تاع الوطنيه اللي عندي اش كدير؟ شكون عطاها ليا؟ وكنعاود نقولها، الله يخلي لنا سيدنا محمد السادس والاسامه كي هما اللي عندنا في البلاد، اما الخوين ضيوف شرف. انا اللي كنهضر، انا فايت مني انتقدت العمل النقابي وبعض النقابات وتم السجن ديالي، وحفظ الله كنت غادي نتشد. واقسم بالله العظيم كلشي تلفق، جابوا الشو جابوا كلشي، كلشي تخدم كلشي تقاد بالفلوس. هاد الوقت عندك الفلوس دير اللي بغيتي في عباد الله. وكنشكر القضاء المغربي اللي كان نازيه وعطاني حقي في الاخر. انا هاد الموضوع ديال الدعم اول باب دقيته هو باب رئيس قسم الاقتصاد، ما عطانيش شقي ما عطانيش اهتمام، دخلنا عنده وقف على الباب بحال علينا الباب واقف خدام معنا واقف، ما عطانا شقي يعني بحال ما بغش وعطانا كاسة وخاد معنا في كلام، لا واقف خدام معنا عند الباب بحال شي واحد دقيت عليه كطلب منه الصدقة. هذا مكتب الاقتصاد رئيس قسم الاقتصاد هنا بعمالة مدينة جديدة. من بعد مشيت عند الباشا عطانا كاسة ولكن كيقول ما عندي ما ندير لكم، ما عندي حتى ميساج. الأخ هشام أكزول مشى عند دائما الثالثة ما لقاش القائد ديالها، لقى غير الخليفة ديالو واحد السيدة طيبة استقبلاته، وأنا قلت هي نفسها ما عندي حتى ميساج. من بعد مشينا عند مدير النقل قال لك ديال الماء والتجهيز قدام شعيب الدكالي شخص ما عندي ما نقول استقبلنا مزيان، ولكن هو كيقول ما عندي حتى ميساج. طرحت سؤال انا على الحكومه، سؤال في عده منابع، بعض المنابع الاعلاميه اللي بنت فيها لحد الان حتى واحد من الحكومه ما اعطى اهميه لهذا الموضوع. في هذا المنبر هذا دي اشواقتي فيه دابا شي 10 ايام كنت طرحت سؤال للحكومه، وفي نفس الوقت طلبت طلب او نداء للبرلماني مدينه جديده اللي كيمثلوا مدينه جديده، ممثلي الشعب ممثلي سكان مدينه جديده بالبرلمان باش يطرحوا كسؤال. الى يومنا هذا حتى واحد متصل بيا تعاون قال يا شنو هو الموضوع اللي عندك؟ وفي يوم الانتخابات كيبداو يدقوا علينا فيقولنا من الناس. انا بغيت نعرف واش حنا مواطنين مغاربه ولا ماشي مغاربه؟ وبنسول هذيك الحكومه ما هو دورها بالنسبه للشخص البسيط؟ واش هذا الموضوع ما كيهماش؟ راه هي اللي فرقت الفلوس لمن عطاتو، وهذوك الفلوس ما جايش من عندها، الفلوس ديال سيدنا الله ينصرو هو اللي عطاه لينا والله يخليه لينا، ما عطيش ليا خنوش من جيبو ولا شي عنصر اخر من الحكومه اللي عاطيه ليا، عطيه ليا سيدنا الله ينصرو الله يخليه لينا ويخلي لي جميع افراد الاسره الملكيه. انا كنقولها لكم، الحكومه السائق كيموت، السائق كيموت دقه بدقه، راه ما عنده حتى حقوق. هو حتى العداد ما دايرينوش في مدينه جديده، حتى العداد السيد العامل ما باغيش يدير العداد، علاش؟ الله اعلم، خايف الاول صعب جاي الاقليم الجديد ما باغيش يدير العداد، علاش؟ الله اعلم. رغم ان العداد قانون، العداد هو قانون، ما باغيش يديرو، كيخلي الشيفون مخبط. ويلا جا شي زبون شكا
السائق في مكتب التنقيط او في مكتب الاقتصاد كيجيبوا السائق كيبدا يجفوا فيه بحال السائق هو اللي داير الذنب، واحد الذنب هذا بين هما ما بغيش يديروا العداد. علاش ما بغيش يديروا العداد؟ باش الشكارة او المستغل يبقى ياخذ واحد الوسيطة خيالية بمدينة جديدة. وفي راسكم الحلاوة هنا في جديدة ديال القايمة واصل 60 مليون 60 مليون يواصل الحلاوة، ما بين 500 و 60 مليون حلاوة، هذه حلاوة تحت تحت الطابلة. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. وعاش الملك، عاش الملك، عاش الملك. وقبل كنشكر جميع المنابر الإعلامية اللي عطاتني حق الكلام، وكنشكر أشواق تي في اللي أي وقت كيعيط لها أي مظلوم كتجي عنده كتصنت ليه وكتوصل الصوت ديالو. وكنعاود نشكر الحكومة المغربية والبرلمان وبرلماني مدينة جديدة على عدم اهتمامهم بالسائق المهني. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.